خير يا بسمة. اهلا يا وفاء، حضرتك ازاي؟ احنا تقابلنا انا وبسمة دلوقتي بالصدفة، وكنا بنتكلم في موضوع الإهانة عبر السوشيال ميديا، وكل اللي في ايده حتة موبايل ان شاء الله بخمسة صاغ، عمال يهين اي حد ويشتم اي حد ويتعدى على اي حد ويتهم الناس بالباطل، ولا ايه يا بسمة؟ بصي يا وفاء، كفايه اهانه. احنا مش عشان شخصيات عامه نقبل الاهانه، ولازم يبقى في وقفه. مش واحنا مش الاهالي. وانا بسالوا لك النهارده، هل انت منضمه لحمله لا للاهانه؟ اه طبعا. وبعدين بطالب كمان حكومه بلدي ان هي كمان تحميني كست. انا اقدر احمي نفسي كويس لو حد تعدى عليا وجها لوجه، اعرف احمي نفسي كويس لو حد، لو في وش كده في وش، عين في عين، اقدر ازاي اظبطه؟ لا، ما هو مستخبي ورا الحديده بالظبط، وبيعمل اكونت فيك مزبوط. عشان هو جبان، عشان هو عارف اللي بيعمله غلط مظبوط، عشان هو عارف ان هو ممكن يتحبس، عشان هو عارف ان ده مش مسموح، عشان هو عارف ان ده ضد. وعلشان كده يا بسمه احنا بنقول هاشتاج لا للاهانه، لا للاهانه على تويتر. وانا بطلب من كل الشخصيات العامه، فنانين، ممثلين، مخرجين، لعيبه كوره، وزراء، مخرجين، صحفيين، رئيس الجمهوريه كمان، كل رموز الدوله، الحكومه، محدش يهين حد، محدش يهين حد، لان ده جبن، ده مش اخلاق، لا للاهانه. انا شخصيه عامه يبقى التمن ان انا اتبهدل واتشتم؟ لا، مش هنقبل ده. ولا عشان واحد فيه في نفسه هوا ما يبتدي يقل ادبه ويشتم؟ مرضى في نفوسهم مرض. انضموا لحملتنا لا للإهانة، لا للإهانة.